أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. تعزيزا لسبل التعاون والشراكة بين الجزائر والكونغو في مجال المحروقات، تحدث اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بالكونغو مع وزير المحروقات الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا ووزير الطاقة والموارد المائية الكونغولي إيميل أوسو، حيث تم مناقشة وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي ورئيس المدير العام لسون الغاز مراد عجال وإطارات من البلدين. جرت مناقشة الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر في مجال البحث واستكشاف المحروقات وتطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية. هذا وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية الكونغو برازافيل في مجال المحروقات، وتشمل هذه المذكرة فرص الاستثمار لشركة سوناتراك في مجال التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، والتعاون بين شركة سوناتراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو لا سيما في مجال المصب النفطي وإمكانية تدخل شركة سوناتراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمة البترولية وتوريد المعدات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب. شراكة ستسمح للبلدين بتبادل الاستثمار في إطار رابح رابحة، وسنجسد بذلك مشاريع ثنائية. نحن نعلم أن الكونغو في الطريق نحو تطوير الكفاءات في مجال المحروقات، ونحن ندعم ذلك. نحن في الجزائر مستعدون للاستثمار في العمل سويا من أجل رفع التحدي، ونعمل معا من أجل تحويل المعرفة، نعمل معا من أجل تقوية هذه العلاقة بين البلدين. بهدف ترقية الاقتصاد في القارة الإفريقية، تتواصل الطبعة 22 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية سيبسا فلاحة تحت شعار الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان. الصالون الذي يعرف مشاركة 700 عارض من 39 دولة متخصصين في عالم الفلاحة والآلات الزراعية والصناعات الغذائية وخبراء في الاقتصاد الأزرق، يعتبر فرصة لمناقشة جهود القارة في توجيه قواها الحية نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعات الصحراوية وتطوير الاستثمارات في إطار التعاون جنوب جنوب. خطت الصناعات الميكانيكية خطوة كبيرة في السوق المحلية بفضل الابتكار والتطوير. شركة سوناتراك أصبحت تعتمد على العديد من المؤسسات الوطنية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، تماشيا مع سياسة الدولة الهادفة إلى التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير التكاليف على الخزينة العمومية. مختارية بن مريم. يعد بعث الصناعات الميكانيكية في الجزائر خطوة هامة، ما خلق حركية اقتصادية وفتح المجال أمام المؤسسات المتوسطة والصغيرة لعرض منتجاتها في السوق المحلية والتي أثبتت قدرتها على الابتكار والتطوير. أول شركة يعني في المصنعة في مجال فلاتر الغاز، يعني نضمن الجودة والوفرة لمنتوجاتنا. الهدف الأساسي يعني أنه يكون عندنا كما نقولوا حصة من السوق مع سوناتراك. نخدموا في تصنيع المحركات ومحولات الطاقة والديكروب الكتروجين، ونسوقهم للشركات الوطنية. إمكانيات الموجودة حاليا في الجزائر خاصة بما يخص في الألواح الشمسية والمعدات الميكانيكية وأيضا كل ما هو خاص ب ميدان تركيب وصيانة المحطات الشمسية. الطبعة الثانية للأيام التقنية المخصصة للتصنيع الميكانيكي الكهربائي والأجهزة والتي نظمت من طرف سوناتراك بحسيم سعود بحضور العديد من المؤسسات الوطنية في المجال الميكانيكي والكهربائي، تمحورت حول إظهار أهمية إبراز القدرات المحلية التي فتحت أفقا واعدة للسوق الصناعات الميكانيكية.
قدرنا نقصوا من يعني الاكسبورتاسيون ديفيز، وطلعنا حتى يعني حتى نسبه ما فوق 25% الحقيقه في القسم الانتاج، وان شاء الله احنا متفائلين راح نكونوا اكثر في المستقبل القريب ان شاء الله بهذا بمشاركه كل الشركات الجزائريه اللي راها اليوم حولنا هنا. قمنا سنه 2023 بتوفير قيمه 13 مليون دولار للخزينة العمومية، وفي 2024 إن شاء الله سنقوم عندنا مشروع لتوفير قيمة 20 مليون دولار. إن التحفيزات التي تقرها الدولة بغية اقتحام السوق المحلية بصناعة الميكانيكية الوطنية وبجودة عالية سيفتح الأبواب أمام المستثمرين وسيغني الاقتصاد الوطني عن عبء الاستيراد. بجامعة هواريبو مدين بالعاصمة وتحت شعار تكتلنا عماد تطور قطاعنا، التقى طلبة جامعيون عرضوا مشاريعهم في مجال الصناعة الكيميائية. اللقاء الأكاديمي نظم من قبل المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي بهدف دعم ومرافقة أصحاب الأفكار والمشاريع في المجال. نسرين دحمن. تثمين المواد الأولية المحلية واستثمارها في توسيع مجال تصنيع المواد الكيميائية الموجهة لصناعة مواد التجميل هو الهدف الذي جمع أزيد من 20 عارضا من مختلف جامعات الوطن. الجزائر حلت بزاف المجالات باش الكيميائي يدير البروجي تاعو كسوسوا كوسميتيك كسوسوا برودوي ناتورال. شوف باللي اليوم كاين اقبال مليح على المواد الطبيعيه، دوك الناس ولاو يفيقوا باللي البرودوي الشيميك ماشي مليح لاب وكلش، ثم لي برودوي ناتورال احسن مليحه ما فيهاش مضره. راح نتخرجوا هذا العام ان شاء الله، حابين ندخلوا في الدومين تاع الخدمه ايتو، طونكو دي شيميست بديناها بالاكسبوزيسيون باش نعرفوا ابي بخي واش كاين سوغ لو مارشي الجيريان لي برودوي اللي راهم يمشيو. وكاين هناك يعني اوبورتونيتي في هذا الميدان في الجزائر، لما دابينا نستغلوا هذه الفرصه هذه ونشجعوا المؤسسات الناشئه في هذا الميدان ونطوروها. مرافقه الطلبه لولوج عالم مقاولاتي من الفكره الى التاسيس هو ما تعمل عليه مختلف الهيئات لرسم افاق واعده قبل التخرج. احنا نتبعوا الطالب لحتى المرحله من التكوين، ومن بعد سيدير مهم جدا انه الطالب يحتك مع المجتمع الخارجي، يخرج خارج الجامعه باش يقدر يسو فاميلياري سيدير يوالف بالوسط الحقيقي مع المؤسسات. نسعى الى ابراز شباب حاملي المشاريع ومرافقتهم بمختلف الخدمات التي تقدمها المنظمه، على راسها اللقاء مع اصحاب المصانع، ايضا نعمل على تقديم التكوينات فيما يخص صناعه المحتوى، فيما يخص التسويق الإلكتروني، فيما يخص بناء سلسلة التوزيع. البحث عن طرق جديدة للتسويق وتوجيه التكوين بما يتماشى سوق الشغل هي محاور تأسيس مؤسسة ناشئة فاعلة وفعالة. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. والآن نستعرض معكم أهم مؤشرات البورصة في الجزائر التي سجلت اليوم. Thank you.
سجلت أسعار النفط عالميا خلال تعاملات اليوم تراجعا في انتظار المزيد من المؤشرات قبل أن يبدأ المجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ب 1.37% لتسجل 82 دولارا و 68 سنتا للبرميل. كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 78 دولارا و 70 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم ووصلت قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة في ظل بيانات اقتصادية حديثة عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الذهب في التعاملات الفورية ب 0.07% ليصل إلى 2427 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2431 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.